جديد يا صباح الخير لك الحدا انضم لنا ولمشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. مسك الختام دائما بتكون مع المواهب اللي دائما بنحب نسلط الضوء عليها بصباحات اوغيريت بكل الحلقات على مدار الاسبوع. اليوم عنا ضيفة وموهوبة مميزة، اول شيء كتير حلوة هي بالبداية، اثنين موهوبة بالفصاحة والخطابة المطالعة والعزف، كل هدول يا زلمة، كل هدول كل هدول صح، وخطابة وعزف وجمال كمان تمام ما شاء الله. قد ايه عمرها؟ هلا متعرف عليها. ايميلي سمعان رح تكون معنا بالاستوديو. يسعد صباحك يا ايميلي. صباح الخير. يسعدنا صباحك. قاعده عم تعد فصاحه وخطابه وكل هاي المواهب، فانه هي لبنوته صغيره مثلك، فانه شغله كبيره انه الواحد يتعلم يوصل لهالعمر يتعلم كل هالقصص. برافو عنك. طيب عدي لنا كمان انت هيك بشكل تفصيلي اكثر، شو اكثر المواهب؟ بس انت قد ايه عمرك؟ قد ايه عمرك صحيح؟ 12 سنة. ما شاء الله عنك. يعني شو المواهب؟ عدي لنا اياهم، احكي لنا شو اكثر المواهب فعلا ايميلي بتحبهم. هلا بداية الموهبة هي هدية من الخالق، الله عطانا اياها لحتى نعمل حالة من الابداع وتجعل لحياتنا معنى وقيمة. هلا المواهب اللي انا عن جد تطورت فيها كثير هي الفصاحة والخطابة. حلو. والعزف على آلة البيانو والمطالعة الروايات بشكل خاص. يا سلام، قد حلو الحكي اللي عم تحكيه ايميلي من بداية اللقاء. يعني عم تقول لك فصاحة وخطابة. طيب صح، انا ما ربطت الاساس ببعضنا. بدنا نبلش فيهم موهبة. هلا اكيد الاساسية هي المطالعة بعيدا عن العزف، لحتى نوصل لحدا قادر انه يكون بالفصاحة والخطابة مبدأ لازم يكون عنده مخزون لغوي بالبداية بالمطالعة. وهذا من ايمت بلشنا بالمطالعة يا ايميلي؟ هلا مثل اي اهل كانوا اهلي يجيبوا لي قصص قصيره نقراها، فيوم على يوم صرت احب هالشيء اكثر واكثر. بعدين تطورت من قرايه هالقصص، بلشنا بقرايه الروايات، بلش هالشيء من صف الرابع خامس تقريبا. بلشت بروايات اغاثا كريستي، وبعدين تطورنا شوي على شوي من صف الرابع عم نقرا اغاثا كريستي. يا سلام. يعني الاهل اهلك كانوا هن، خلينا نقول هن الداعمين الاول. أكيد. طيب هن مين اكتشف موهبه الفصاحه والخطابه انه انت قادره انه انت تلقي وقادره انك تحفظي شعر؟ كيف اكتشفوها؟ فيكي هيك تحكي لنا تفاصيل عن هذا الموضوع؟ هلا انا اكثر شيء تاثرت بجو البيت. امي مهتمه كثير بادب العربي كون اختصاصها، وابوي كمان استاذ، فتأثرت كثير بجو استاذ البيت. استاذ عربي كمان؟ لا، استاذ رياضي. ايوه. تأثرت انا كثير بجو البيت، وهذا يعني سووا اهلي البيت ساحه عن جد مليانه حب ورغبه بالتعلم، فهذا يعني دفعني تبني اني تبني مهارات. أيوة. اظهر مواهب. حلو حلو حلو. بدنا نسمع، شو حابه تسمعين؟ بدي سمعكم قصيدة للشاعر الأستاذ محمد مهدي الجواهري، بيحكي فيها عن سوريا ودمشق. تفضلي. كلنا آذان صاغية. تفضلي. شممت تربك، شممت تربك لا زلف ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقى، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مفترقا، كنت الطريق إلى هاو تنازعه نفس تسد عليه دونها الطرقا، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي حتى اتهمت عليك العين والحدقا. شممت تربك، شممت تربك أستاف الصبا مرحا، والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا، وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشقا. حلو حلو، برافو. طيب أمين، اليوم أنت يعني عم تقرأي قصيدة، هذه القصيدة بحاجة إلى تدريب. يعني أنه اليوم نحن طريقة الإلقاء، مخارج الحروف، حتى التعبير، يعني التشكيل، في حدا عم بدربك أو كمان هذا الموضوع عم تتعلميه عن الإنترنت، أو حكي لنا تفاصيل؟ هلا اول شيء كان اكيد امي هي الداعم الأول لي، وهي اللي بتدربني وهي أساس كل شيء.
واكيد في جهد من مدرستي ومن اساتذتي ومعلماتي. مثل ما حكى يزن، يمكن في ادوات اساسيه اللي بده يلقي او يكون عم يلقي شعر، سواء فصاحه او سواء خطابه، مثل ما حكى يمكن مخارج الحروف، اثنين التشكيل، قد ايه مهم نعتني نحن باللغه العربيه لحتى مثل ما حكيتي اي كلمه يمكن بتاثر على الوزن، ما بقى بنفهم القصيده اللي عم تنقال ايميلي. اكيد هون لازم نركز نحن وصغار على اللغه العربيه الفصحى. حلو، برافو. كمان ايميلي بتحب العزف، العزف على البيانو مثل ما خبرتنا. بس احنا ما انا اكثر، طيب بصراحه الفصاحه أكتر. والخطابه ولا البيانو؟ بصراحه لا، البيانو. بحس البيانو لانه بحسه عن جد مساحه للتعبير عن جمال هاللحن وعذوبته. طيب نحن ما جايبه بيانو معه، بس معنا فيديو مصور، خلينا نشوفه ورجل. ونرجع لحتى نكفي معك. يعطيكي ألف عافية يا إيميلي. من كم سنة نحن بلشنا بالعزف على البيانو؟ هلا كعزف عزف ما بلشت تقريبا لصف الثاني أو الثالث لحتى قدرنا نجيب الآلة. حلو. بس أنا بلش عندي شغف الموسيقى من أنا وكنت بالروضة. كيف اكتشفتي هيدا الشغف تبعك؟ كيف الواحد بيكتشف أنه عنده شغف بالموسيقى وبالعزف؟ احكي لي إيميلي. هلا نحن من لما كنا صغار، من لما كنت أنا صغيرة ما نسمع إلا أغاني سيدة فاروز وأم كلثوم والرحابنة والأغاني القديمة الهادفة والمعبرة. حلو. يعني هنا بتحسي إنه قدوة لإلك هدول الموسيقيين، إنه أنت بمرحلة من المراحل حبيت تصيري مثلهم أو حبيت تقلديهم بشي معين؟ أكيد، بس أنا بعتبر كل موسيقي، كل شاعر، كل كاتب قدوة لإلي، لأنه بالنهاية الجمال اللي عند الكاتب الشاعر الموسيقي هو قدوتي، فكل ما أجده جميلاً هو قدوة. حلو، يعني من كل شاعر أو من كل موهوب أو من كل فنان تأخذ شيء معين. حلو. بتفكري تألفي مثلاً موسيقى مثلاً، طالما أنت بتحبي هيك قصص الموسيقى، بتحبي تروحي على التأليف؟ لا أكيد بكير، بس بتحبي متفكري أنه تروحي على التأليف مثلاً؟ ممكن نشوفك مؤلفة. حلو، بدنا نرجع على الفصاحة والخطابة، شو بدك تسمعينه؟ بدي اسمعكم قصيدة للسيد إيليا أبو ماضي اسمها ابتسم. تفضلي. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، هشت لك الدنيا فما لك واجما وتبسمت، فعلام لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم، أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم، أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان فإنه لا يهرم. الله عليك، مختارة قصيدة إلى معنى عميق جدا. حلو جداً. حلو، كان جعبالي أسأل إيميلي، صح أنه أستاذ صغيرة بالعمر، بس قد ايه بتمثلك هالقصيدة؟ يعني أنت بتكتئب شوي ولا هيدي القصيدة هيك أنت بتتمثلي بالكلمات تبعها والمعاني تبعها؟ معاني كثير كثير عميقة لهالقصيدة، انه بتدعو الانسان انه ابتسم، دائما يتفائل بالخير. يعني قديش ايميلي بتتفائل بالخير؟ بتتفائلي بالخير كثير؟
أكيد. طيب هون السؤال اليوم أميلي، ما بتحفظ قصيدة إذا ما فهمتها أو ما فهمت معانيها؟ أكيد. بالبداية بتفهمي المعنى بعدين بتحفظيها. ما فينا القصيدة، ما فينك إنك أنت تلقيها أساساً إلا إذا ما كنت فهمان معانيها. تمام، ما فيها روح بيكون صراحة، معك حق. طيب أميلي سؤال، اليوم ما في قصة نجاح أو مثلاً خلينا نقول تجربة معينة صارت مع أميلي بالعزف أو بالخطابة بالفصاحة هيك أثرت فيك أو حبيتيها أو كانت الانطلاقة الأولى إليك غير المقابلة اليوم، يعني هيك شيء قصة نجاح صارت معك؟ هلا بحس إنه في أداء أنا عملته كتير كان حلو، كان عنا مثل نشاط تاريخ بالمدرسة. حلو. كان عنا قراءة قصص تاريخية، فطلع دوري دور حكواتي شامي. فبحس إنه هذا عن جد كانت طلعت معي القصة بشكل رائع، وحسيت إنه هذا عن جد كان احلى شيء عملتيه، تجربه مميزه. تذكري من متذكره شيء منه من القصه تحكي لنا اياه، هيك مقطع صغير اي شيء، اذا مالك متذكره ما في مشكله. ايه متذكره. يلا تفضلي حد نسمع الحكوات الشامي من أميلي. يلا. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في ملك سوري فينيقي اسمه الملك أجينور. وكان عنده امير واميره، الامير اسمه ادموس والاميره اسمها اوروبا. يا عيني. قال هالأميرة أوروبا كان عندها جمال وحسن ووش مدور عريض أبيض، يعني بتقله للقمر قوم وقعدني محلك. فعرف الإله زيوس إنه في بنت حلوة وقمر اسمها الملكة أوروبا. مرة شافها عم تلعب على الشط مع وصيفاتها وخادماتها، قام وقع بحسن شباكها وحسنها، وقع بشباك حسنها وجمالها. تمام. حلو. فهمنا كفينا كثير حلوة. ذاكرة منا شيء ولا خلا؟ فتحول لثور وأخذها لأوروبا وهرب فيها بالبحر وراح بلاد الإغريق. قام الملك أجينور لما عرف جاء قال له لابنه أدموس، قال له يا ابني روح بدك تجيب أختك اليوم قبل بكرة. أم أدموس شنو مرضي أدموس وما بتصير كلمة أبو تنتين. تمام. فراح بس أدموس شو عمل؟ والله نسي أخته وجوز أخته وكان همه بالسلطة. بس أميلي يعني برافو، بس عن جد فظيعة، يعني على فكرة لسه بالتمثيل بالعامية بالتمثيل لسه في نجاح أكبر، هيك اكتشفنا لك هلا موهبة جديدة. بس في موضوع اللهجة، عم تحكي الحكوات الشامية باللهجة اللادانية، هيك ما صارت أبدا. بس شنو طلعت مع شامية بس فقط. برافو عنك عن جد، موهبة جديدة، برافو عن جد، ما عم بنزح، عندك قدرات بالتمثيل فظيعة، كتير حلو طريقة الإلقاء وإنك حطيتي بس اللهجة، اللهجة مو حكوات شامية، حكواتي لاداني. مالك مالك الهجة اللادية حلوة 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 حلوة، ما في منها بس ايمت اني حكوات الشامي. أميلي شو بدنا نصير؟ شو بدنا هيك بدنا نروح على اي اتجاه بس نكبر؟ اتجاه اكاديمي خليني اقول. دراسيا بطمح اني صير مهندسة. يا سلام. مهندسة عمارة. يا سلام. معناها بتحبي الرسم كمان؟ هذا شيء، هذا انا متناقضة، ما بحب الرسم كأنه رسم فن يعني. طبعا. بس بحبه كرسم، بحب الرسم الهندسي. بتحبي الرسم؟ بتحبي هيك الديكور القصص، هاي القصص بتحبيها ولا لا؟ ما كثير يعني. بتحبي ترسمي، بتحبي تبني عمارة بلا ما ديكور وبلا رسم؟ ايوه خلص، بس هيك رسم هندسي. على كل الاحوال ان شاء الله هيك بنشوفك اهم مهندسة واهم هيك الشيء اللي بتطمحي له باذن الله. أميلي سمعان، ما بنعرف شو نقلك، فصاحة وخطابة ولا عازفة ولا ممثلة. تماما. فشكرا كثير لك وشكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يا رب التوفيق الدائم. يعطيكي الف عافية يا أميلي، وبدنا نتشكر اهلك اللي موجودين معنا كمان، يعطيهم الف عافية، يعني بالفعل اكيد هنن اهتماما هو اللي خلاك توصلي لهون. بتحبي تقولي شكرا لحدا أميلي قبل ما نختم؟ اكيد شكرا لقناة اوغريت اللي فسحت لنا هالمجال وخلتنا نعرض هالشيء، وهي عن جد داعم كبير للي عندهم مواهب. ماما وبابا بدنا نتشكره. اكيد لهم كثير، يعني الكلمات لا تسعى. اكيد أميلي شكرا لك، بتمنى لك التوفيق.